السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الكرام، معكم أونيزوكا من قناة أوهايو أوتاكوديس. اليوم في حلقة جديدة من فقرتكم الأسبوعية، فقرة الحقائق أو الفاكتس، وهذه المرة عن الأنمي المحبوب الذي سبب ضجة إعلامية فور صدور جزئية الأول. أتحدث عن أنمي ون بانش مان، وجلبت لكم 5 حقائق جميلة عن هذه القصة بالعموم وليس الأنمي فقط. هيا بنا لنكتشفها معاً. إذا نبدأ بالحقيقة الخامسة، تحدث عن شخصيات ون بانش مان وكيف أن المانجاكا تعمد إهداء العديد من الشخصيات لمؤلفي أنميات أخرى. فمثلا حركة سايتاما في الأوبنين كانت مشابهة كثيرا لحركة جون فريكس المسمات بالصخرة، وكذلك The Vaccine Man أو ذلك الشخص الذي ظهر، يعني لا أعرف هذا كان اسمه بالأنمي وأنا شاهدت بالنسخة الإنجليزية، كان يسمى The Vaccine Man أي رجل اللقاح، لا أعرف الترجمة العربية بالضبط، لكن كما ترونه على الصورة هو نسخة طبق الأصل من بيكولو من دراغون بول زد. كذلك لدينا بانج الذي يشبه كثيرا لزينوزولديك أو نيترو من هانتر إكس هانتر، يعني هذا تعمد. حتى البوروس الذي كان يقاتله يعني اسمه مقتبس من بيروس، وأيضا يحمل نفس لون بيروس ونفس يعني الفانكشن الخاصة ببيروس، وأيضا كان إله لمجرة خاصة أو كون خاص. لذا الكاتب تعمد يعني عمل إهداءات لمؤلفين آخرين خاصين بمانجات أخرى. ثم الحقيقة الرابعة وهي عن مانجاكا ون بانش مان، كما لاحظتم سايتاما هو أصلع ليس لديه شعر، وقد تعمد المانجاكا فعل ذلك في تصريح حصري له، لأنه لاحظ بأن جميع الأبطال في الأنميات الأخرى، يعني خذوا أي أنميات، خذوا دراغون بول، خذوا ون بيس، خذوا فيري تيل، خذوا ناروتو، يعني بليتش، أي أنمي تأخذونه، الهجوم على العمالقة، بوكو نو هيرو، البطل دائما يبدو يعني جميل نوعا ما ولديه شعر، ويبدو يعني شخصيته تبدو كول كما نقول، يعني هنالك بعض الروعة في شخصية البطل. لذا فقرر يعني أن يفعل خلاف ذلك، فلذا اختار أن يكون سايتاما بهذه الهيئة، وهذا أعطاه رونق خاص بين أبطال الأنمي وأعطاه مكانة خاصة. في الحقيقة الثالثة، مشاهد الأكشن الموجودة في ون بانش مان، كما رأينا أنيميشن رهيبة من ماد هاوس. الشخص الذي أشرف على المشاهد وهو السيد كاميدا، وهو أيضا أشرف على العديد من المشاهد الرهيبة في أنمي فولميتال ألكيميست، خصوصا قتال موستانغ ولوست حينما كان ينتقم لموت هاغز، وكذلك قتال غريلين مع الكينغ برادلي، كانت قتالات رهيبة وفيها تحريك أكثر من رائع. إذن هذا الشخص هو نفسه الذي أشرف على قتالات ون بانش مان. ثم نأتي للحقيقة الثانية وما قبل الأخيرة، وهو بطل قصة ون بانش مان، وأتحدث عن سايتاما. قد تم تسميته من طرف وان وان، وهو المانجاكا يعني اسم مستعار لقب المانجاكا الخاص بون بانش مان، تحت المدينة التي يعيش فيها، يعني هنالك مدينة يابانية باسم سايتاما، لهذا قام بتسمية البطل بذلك الاسم. وأخيرا وصلنا للحقيقة الأخيرة في حلقة هذا الأسبوع، وهو عن التقييم الخاص بون بانش مان. هو يحمل أعلى تقييم لسلسلة أنمي في الموقع المشهور IMDb بتقييم 9.4 على 10. إذن هنا تنتهي حلقة اليوم متابعي الكرام، أتمنى أن تكون الحقائق الخاصة بأنمي ون بانش مان قد نالت إعجابكم، في انتظار الموسم الثاني الذي سوف يبث في سنة 2018، وسوف تكون له تغطية خاصة على قناتكم قناة أوهايو أوتاكوديست. كالعادة ضعوا اقتراحاتكم بخصوص قادم الحلقات وقادم المواضيع، لا تنسوا الضغط على زر لايك، ولا تنسوا نشر الفيديو مع أصدقائكم. كان معكم أونيزوكا من قناة أوهايو أوتاكوديست، ألقاكم في قادم الحلقات، كونوا في الموعد.